جديد جديد من مؤسسة الوسام الكائن الموصل الأيمن. عصفوري طار من ايدي ظليت قبال اربع حيطان وحدي يوم سالمت الغالي انشلت ايدي لا الله موت ولا مجعد الحضيضان هلا بالغالة جاني زعلان جللت كل العالم حق كردستان حد بيها يوصيني ويقول لي حب ام العين الوسيحة حرفات صيني ويقول لي حيف ام العين الوسيع وعرفات الذيب عمتي هين الراي وجابوا طبيب هني طيحين الحلوه ام الشامات كل الهلا بالغال من هي نبات حد نعرفه اجبوري لو العقيدات فرحان مقضي عمره بالدنيا دايم حزنان عجب بيت القلال جبوري فرحان مقضي عمره بالدنيا دايم حزنان ايد الهالة بحبيبة جان زعلان جننت كل العالم حد كردستان من غربان بيوت عصارا قلبي عصرا من عصرات الموت جن السمر علي وقال اللي يفوت من حاربوك احنا عليهم عدوان جيت الهلا بالغالة جاني زعلان الما يدبش بدمش بحظي خسران شرني قال انطيتك لديار جناب قلبي علي تقول لك شن هالاسباب شرني قال انطيتك لديار جناب
ربيع علي تقول لك شنو هالاسباب، شفت ذيك السيارة الاوبل تكباب من قصدها وللسعة احنا مطلوبين. ابقى سهران بليل وما نمت الليل، يلا شيل ابو الورقل، يلا حي الغالي والله حي تسجيلات الوسام، اسم وعنوان جديد جديد محمود الامامي.